طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. أتمنى أنكم تكونوا كلكم بصحة جيدة إن شاء الله. طيب، محاضرة اليوم حنتكلم عن إشي مهم جدا في الكنترول، إشي بنسميه steady state error. أوكي، فإن شاء الله يعني من هنا لآخر المحاضرة بنكون فاهمين إيش يعني نقصد في steady state error وإيش التفاصيل الملمة بالموضوع. أوكي، just to recap, we have discussed last time اللي هو الاستابيليتي، واستخدمنا الرس استابيليتي كرايتيريا. اوكي، واخذنا عليها امثله وشو هي كان فيها سبيشال كيسز، وحلينا امثله على سبيشال كيسز، وقلنا كيف ممكن نعرف انه السيستم عندي ستيبل ولا نوت ستيبل بناء على هاي الطريقه. اوكي، اليوم حنتكلم عن ستيدي ستيت ايرور، حنتكلم عن الفيدباك كنترول سيستم، وحنتكلم على steady state of non-unity feedback، وحنتكلم على إشي مهم جدا اسمه sensitivity. sensitivity to parameter variation. خلينا نبدأ step by step كمقدمة، طبعا without the objective, the introduction, هو steady state is constitute an extremely important subject. okay. طيب، هي steady state error تعطينا accuracy. okay. عندي نظام، وهذا النظام باخذ منه feedback. الحين الـ input minus الـ feedback من الـ output، هذا اللي بنسميه steady state error، الـ error اللي موجود عندي. في عندي controller بدخل عليه input وبرجع فيه تغذية راجعة من الـ output، فالفرق ما بين الاثنتين هاي تسمي الـ error أو الـ steady state error. أوكي، خلينا ندخل step by step على الموضوع، وبعدها حتكون الصورة إن شاء الله صورة واضحة. في البداية في عندي إشي بنسميه test inputs، وعادة بنستخدم three test inputs. الأولاني الستيب أو الرامب أو البارابولا. أوكي، أو البارابولا. الستيب طبعا احنا عارفين الستيب يعني ممكن يكون يونيتي، زي ما بقينا نقول واحد مثلا، أو A نسميها letter A، ممكن يكون واحد، ممكن يكون اثنين، ممكن يكون ثلاث. هاي عادة التست input for position. أوكي، لأنه البلاس تاع الـ A على S. أوكي، حنشوف كيف حنستخدمها كمان شوي. الرام الفانكشن تاعها A في T، اللابلاس تاعها A على S تربيع، هي تستخدم في البوزيشن وفي الكونستانت فيلوسيتي. يعني هنا هاي الستيب ما بقدر استخدمها في الفيلوسيتي لأن الايرور حيكون عندي انفينيتي، ولا بقدر استخدمها في الاكسلريشن. هاي الرام بستخدمها في البوزيشن بيرفكت، في الفيلوسيتي بتكون تعطيني كونستانت ايرور، في الاكسلريشن ما بقدر استخدمها. هان في الاكسلريشن بصير عندي كونستانت الفيلوسيتي، والبوزيشن بيكون زيرو، البارابولا اي على 2 تي تربيع بصير اي على اس تكعيب، اي على اس تكعيب. طيب، زي ما قلت انا الستيب انبوت تستخدم فور بوزيشن، الرامب فور فيلوسيتي، البارابولا فور اكسلريشن. اوكي، بس امثله بسيطه هنا، اذا عندي ساتلايت وهي ساتلايت في عندي كنترولر وموتور، فانا اي نيد تو كنترول اتجاه الساتلايت بناء على الاوبجكت اللي انا بدي احدده. مثلا لو بدي انا ستيشنري ساتلايت، هنا عندي ستيشنري ساتلايت ثابت، فانا محتاج لايش هنا؟ لستيب تيست. شو يعني الستيب؟ قلنا البوزيشن، انا بس بهتم في البوزيشن لانه ستيشنري هنا. لكن لو كانت عندي طائره تتحرك بكونستانت فيلوسيتي، فانا ما احتاج، بقدرش استخدم الستيب، لازم استخدم الرامب، لانه قلنا الرامب هو له بعطيني ايرور كونستانت للفيلوسيتي. طيب، اذا كان عندي الروكت صاروخ، معناته انا احتاج يتحرك بكونستانت اكسلريشن، فانا معناته احتاج للبارابولا تيست، البارابولا تيست اللي هو اي على اس تكعيب. فهاي يعني العلاقات للانبوت تيست. اوكي، فالحين لو نجي نحسب الايرور لكل واحده فيهم، الايرور هي الايرور ما بين قلنا الانبوت والفاينل اوتبوت اي ات انفينيتي، لانه نقول ستيدي ستيت، ذاكرين الستيدي ستيت يوم بقينا نرسم الرسمي نقول هيك، وبقينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بقينا يوم نرسم الرسمي هيك، بقينا نقول نقولنا الستيدي ستيت في المنطقه هاي، وهاي بقينا نسميها الترانزيانت، هنا الستيدي ستيت وهنا الترانزيانت. فاحنا قاعدين بنحسب في الفاينل هنا كم الايرور في الفاينل هنا، الاي اس اس في الفاينل. اوكي، طيب القاعده تاعت هاو تو كالكوليت الستيدي ستيت ايرور هي عباره عن الليمت الاس مالتبلايد الاي اوف اس اللي هو الايرور، لو نستخدم اللابلاس ثيورم
اوكي الانيشال فاليو ثيرم، فمعناته انا عندي الليمت اس جوز تو زيرو اس في اي اوف اس اور اي انفينيتي اللي هو الفاينل فاليو ثيرم، هاي ليمت تي جوز تو انفينيتي للاي اوف تي. اوكي فمعناته انا بدي اجد الليمت عند النقطه النهائيه في المناطق هاي. اوكي زي مثلا الحاله الاولى هاي او سي سي 1 في عندي ايرور، هيكون سي 2 حيكون الايرور عندي في الانفينيتي زيرو، او اذا كان عندي هلا ستيب طبعا اذا كان عندي رامب في الحاله الثالثه هاي بيكون الايرور زيرو، هنا بالاخضر بيكون في عندي ايرور، في الحاله الثانيه الايرور عندي عالي جدا انفينيتي، الايرور عالي جدا انفينيتي زي هاي الرسم. اوكي هاي بنسميه السيستم از ان ستيبل. طيب احنا اخذنا القاعده العامه اللي هي الليمت اس في اي وان وانس اس جوز تو زيرو، بس احنا نعرف كيف نوجد اي هاي كلمه او حرف اي، كيف نوجدها اذا كان عندي ترانسفر فانكشن او اذا كان عندي بلوك دايجرام. خلينا نشوف السلايدر بعده. شوفوا هاي الشكل النهائي لاي سيستم موجود عندي بالعالم، بقدر احوله ل جي اوف اس وعندي فيدباك يونيتي، يونيتي شيء يعني واحد. اوكي يونيتي فيدباك، الايرور زي ما قلت لكم في البدايه هو عباره عن الانبوت بلس ماينس الفيدباك من الاوتبوت، يعني اي اوف اس تساوي ار اوف اس ماينس سي اوف اس ماينس سي اوف اس. تمام طبعا هذه الجي بتضربها في الاي بيطلع عندك السي. انا ونجي نحكي من البدايه ونقول الترانسفير فانكشن شو بقينا نقول احنا عنه، الاوتبوت على الانبوت، الاوتبوت على الانبوت ايش هو؟ نسوي ريدكشن لهذا البلوك، هذا فيدباك، ذكرينا الفيدباك وقلنا نقول جي على واحد عكس الاشاره، هاي الاتش ضرب الجي اللي هو جي على واحد عكس الاشاره زائد، والاتش واحد ملتبلايد الجي يصير جي على واحد زائد جي. طيب اضرب الار هنا بصير عندك السي، او خلينا هنا قبل ستيب، السي هنا شو تساوي هنا في البدايه؟ السي تساوي عباره عن الجي ملتبلايد الاي، السي تساوي الجي ملتبلايد الاي، لو قلنا هنا السي تساوي الاي ملتبلايد الجي، روح هذا الاي ملتبلايد الجي حطها عند السي هنا، شو بتصير؟ واضرب الجي هنا بصير الجي مع الجي بتروح، فبصير عند الايرور يساوي واحد على واحد زائد جي ملتبلايد الانبوت، يعني هذا الايرور تساوي واحد على واحد زائد جي ملتبلايد الانبوت. الحين انا صار عند الاي اوف اس جاهز، بقدر اخذ الليمت اللي شفناها قبل شوي، هاي بقدر اخذ الليمت اللي هو اخذ الليمت اضربه في اس بعدين اخذ الليمت اس جوز تو زيرو. تمام فمعناته انا لو اخذت الليمت هايها اس للاي اوف اس اس جوز تو زيرو، فبتصير عندي اس اضربها هنا شو بصير؟ اس في ار على واحد زائد جي، اس في ار على واحد زائد جي، وهي الليمت. معناته القاعده العامه عندي هاي هي القاعده اللي حنستخدمها، هاو تو فايند الاي اوف اس، شرط عندي يكون ايش؟ يونيتي فيدباك، شرط انه يكون يونيتي فيدباك، ولا بعود اعيد الديريفيشن من جديد، لازم السيستم يكون عندي يونيتي فيدباك على طول، الستيدي ستيت ايرور يساوي الليمت اس ملتبلايد الانبوت على واحد زائد جي. الحين الانبوت هاي ار، هذا ار اوف اس اللي قبل شوي شرحناها، ممكن تكون ستيب صح، او ممكن تكون خلينا نحطها بالاي، او اي على اس تربيع اللي هو الرامب، او بارابولا اي على اس تكعيب اللي قبل شوي شفناه، الثلاثة انبوتس هذول، واحد يقولنا للبوزيشن، واحد للفيلوسيتي، واحد للاكسلريشن. خلينا نشرحها واحد واحد ان شاء الله. اوكي خلينا نشرحها واحد واحد، بس لا ننسى هاي بدي تنحفظ، الستيدي ستيت ايرور تساوي الليمت اس في الانبوت على واحد زائد جي، جي ايش هو؟ هذا الشكل لازم يكون عندي جي فقط، الترانسفير فانكشن بيكون مربوط مع يونيتي فيدباك، يونيتي فيدباك. اذا كان السيستم عندي زي البلوك دايجرام المعقد اللي شفناها، بدك تشتغل عليها ريدكشن حتى تصل لهي الشكل، حتى تصل انه جي معاه فيدباك يونيتي، جي معاه فيدباك يونيتي. طيب نبدا واحده واحده. طيب عندي ستيب انبوت از ديزايرد، هنا عندي ستيب انبوت، وقلنا الستيب انبوت هو عباره عن اي في اس، روح جيب الاي اس اضربها هنا، مش كنا ار، هي ار حطه بدلها اي على اس، شو بتروح الاس مع الاس بضل اي على واحد زائد جي
اوف زيرو يوم انك تعوض الليمت، فمعناته شو بنسميها هاي؟ اي على واحد زائد كي بي، والكي بي هي عباره عن الجي اوف زيرو. الجي اوف زيرو شو يعني الجي اوف زيرو؟ وات ايفر ذا ترانسفر فانكشن، حط بدل اس ايكوال زيرو بيطلع عندك فاليو، بيطلع عندك فاليو. معناته احنا عندنا ان جنرال هاي جي اوف اس ان جنرال، لو اجيتك تعوض جي اوف زيرو شو بصير؟ بدل السات زيرو شو بصير عندي؟ كي في زد 1 في زد 2 في زد ام على هاي صفر. هاي صفر طبعا نحكي عنها شوي، خلينا شوي نحكي عنها، لانه هذه الاس اوف ان بتخلي النظام عندي انفينيتي ولا مش انفينيتي شوي. خلينا نأجلها سلايد. تمام، بس عندي في الستيب انبوت لازم نفهم هاي اي على واحد زائد كي بي، وير كي بي تساوي جي اوف زيرو. جي of zero هاي على طول يوم اقول لك steady state error for step input، هذه النتيجه دايركت تقدر تاخذها دايركت بدون ما تشتق على طول، بتقول هي عباره عن a على 1 زائد kb، where kb تسمى ايش؟ البوزيشن ايرور كونستانت. البوزيشن ايرور كونستانت. خلينا نشوف بشكل عام، يوم قلنا g of s يوم تعوض فيها الزيرو، في عندي اكثر من حاله بيست على ان. هاي شايفين ان؟ اذا كان النظام في اس لحاله، اذا كان النظام في اس لحاله في المقام، اس في المقام، اس هاي تو باور وات، هاي الان تو باور ان بنسميها ايش؟ التايب نمبر اوف جي اوف اس. تايب نمبر يعني لو سالتك كم التايب نمبر في النظام معين، على طول بتروح اذا في اس لحالها شوف قديش الباور تاعها. تمام، إذا كان الباور 0 بنسميه تايب 0، إذا كان 1 تايب 1 and so on and so on. تمام؟ طيب لو كان عندي في النظام هنا تايب 0 شو معناته؟ معناته فيش عندي اس لحالها. جي اوف 0 شو بصير عندي؟ كي في زد في زد في زد على بي في بي في بي في بي، تعويض مباشر، بدال كل اس بحط صفر وبيطلع عندي هذا كونستنت. معناته أنا كي بي شو بتساوي؟ اللي هو هاي الفاليو A على 1 زائد K في زيدز على بيز، أوكي؟ تساوي هاي constant، تساوي constant. فمعناته أنا إذا كان عندي again عندي transfer function وعندي بدي أوجد الستيب steady state error تاعه، A على 1 زائد KB، KB هاي بعوض G of S بدال كل S 0، بدال كل S 0. واضح يا شباب صبايا؟ إذا مش واضح خلينا نعيد، مهم جدا لأنه تباعا الليكتشر كلها بتبني على بعضها قاعدة. تمام؟ طيب. طيب طبعا إذا كان في عندي الإس مش صفر، الإس هاي لو أرجع لورا، هاي الإس مش صفر مثلا واحد، التايب نمبر كم؟ واحد. يوم أجي أعوض صفر هنا بتصير رقم على صفر معناته إنفينيتي، صح إنفينيتي، بس إي على واحد زائد إنفينيتي، إي على إنفينيتي صفر. صفر شو معناته؟ ذي الصفر معناته الايرور عندي صفر، معناته this is the perfect tracking position، ايرور معناته زيرو عندي، يعني يوم اني دخلت انبوت طلع لي الاوتبوت زيه بالضبط، معناته الايرور عندي صفر، الايرور عندي صفر. معناته في الستيب ريسبونس اذا كان النظام التايب تاعه واحد وفوق، يعني الاس هاي اس او اس تربيع او اس تكعيب او اس تو باور 4، يوم انك تستخدم هذا النظام وتسوي له تراكنج بوزيشن رائع جدا. ليش؟ لانه الستيدي ستيت ايرور الكي بي حيكون انفينيتي، اي على انفينيتي زيرو، معناته الايرور تاعه زيرو. هذا ايش؟ في حاله ايش؟ الستيب تيست، الستيب انبوت تيست. طب لو جينا نشتغل على نفس النظام بس رامب، نشوف قديش تطلع عنا الايرور. قلنا اي على اس تربيع اضربها محل الار، هذه القاعدة العامة تاعتنا صح؟ حط على اس تربيع، الاس بتروح مع الاس بظلها اس وحدي صح؟ فبصير عندي نظام اي على اس في جي اوف اس، اي على اس في جي اوف اس، وهذه سميناها كي في. ذاكرين قبل كانت جي اوف اس لحالها بدون اس، سميناها كي بي، بي فروم اللي هو ايش؟ اللي هو جاي من الستيب ايش؟ انبوت. انا كي في في من بوزيشن، يعني في من فيلوسيتي. قلنا احنا الرامب تتحكم في الفيلوسيتي او لها علاقه في الفيلوسيتي. تمام، طيب قلنا هاي كي في اي على كي في، بس كي في شو هي؟ الليمت، هي هنا الليمت اوف اس في جي اوف اس،
هاي سميناها الفيلوسيتي ايرور كونستانت، والاولانيه كانت سميناها البوزيشن ايرور كونستانت. طيب بس نرجع لستيب شوي هنا، قلنا الجي اوف اس ممكن تكون لها تايبس 1 0 1 2 3 4 and so on، بناء على ايش؟ على الفاليو حقه الاس في المقام، زي هاي الفاليو حقه الاس. طب لو كانت 0 يعني ما فيش اس، شو بكون عندي 0 ما كانت ما فيش عندي اس؟ انتبهوا ان عندي في اس فوق، يوم اجي اعوض الاس هنا صفر معناته راحت كل الدنيا، فمعناته الكي في كم عندي؟ صفر. ايه على صفر؟ انفينيتي. معناته الايرور كم؟ انفينيتي. معناته الرامب، الرامب للنظام اللي بتبار 0 الايرور عالي جدا فيه، ما بنقدر نستخدم الرامب في السيستم اللي فيه الاس بالمقام. يعني لو نجي نحكي هيك اللي هي جي اف اس تساوي اللي هو قلنا ك في اس زائد زد 1 اس زائد زد 2 and so on، على الحين هان اس تبور 0 تمام 0 التايب، في اس زائد بي 1 اس زائد بي 2 and so on. هاي يوم انك تيجي تضرب الاس هاي، يوم تيجي توجد ليميت اس تمام في ك، خلينا بس اشغل الباور تاع النظام. طيب ك في اس زائد زد 1 وفي اس زائد زد 2 and so on على هنا اس تبار 0 يعني 0، اس زائد بي 1 اس زائد بي 2 كله هتضرب هيك. الحين يوم تيجي تحوض اس جوز تو 0 دايركت على طول، هاي شو تطلع عندك؟ 0 whatever اللي هنا، whatever اللي هنا هو يساوي صفر. معناته الكي في اللي هي هاي كي في تساوي الليمت صفر. طب تيجي تعال عوض الكي في فوق هنا اللي هو في الاي ايرور، الايرور هاي الايرور تساوي ايش؟ اي على كي في، معناته الاي على صفر شو تساوي؟ انفينيتي. طيب لو كان عند النظام هنا في اس، خليني انا احط باللون الاسود، انا حشرح هذا والباقي حمر عليهم مر تمام. لو كان عندي بس دعيد على نفس الرسمي، لو هذه مش تباور 0 تباور 1، هاي تباور 1، يوم تيجي تضربها انا حيكون عندك اس، اس مع اس حتروح ما حيصفي صفر، حيصير عندي رقم، حيصير عندي رقم، هذا اسمه كي في. الكي في هذا ايش؟ لما يكون فور ان ايكوال 1 هنا على اليمين، الكي في رقم حيكون كي في الزد على البيز تمام. فمعناته الايرور في الانفينيتي اي على كي في اللي هي هاي الرقم حيكون عندي كونستانت، وات ايفر ايش هو كونستانت تمام. معناته عندما يكون التايب رقم 1 حيعطيني كونستانت ايرور اذا استخدمت الرامب، اذا استخدمت الرامب تمام. طب لو كان عندي الان جريتر، نيجي نرجع هنا، الان هنا طلعت عندي اس تربيع مثلا، هنا تربيع مش واحد، تربيع، التربيع حتروح مع الاس، هذا الاس في المقام. شو يعني اس في المقام؟ يعني رقم على الصفر هيعطيني انفينيتي، انفينيتي صح؟ طب انفينيتي كي في اي على انفينيتي، اي على انفينيتي هيعطيني الايرور كم؟ صفر. معناته الرامب انبوت تيست اذا كانت التايب نمبر للسيستم 2 وفوق بعطيني ايرور صفر، وهذا الشيء المطلوب، هذا الشيء البيرفكت. معناته انا بقدر استخدم الرامب اذا بدي ايرور كونستانت، او اذا كان الايرور كونستانت معناته حيكون التايب 1 فور مور ذان 1 حيكون عند الايرور 0 تمام. نشوف اخر حاله وهي ايش؟ البارابوليك. البارابوليك قلنا اي على اس تكعيب، يجي يسوي اضرب الار محلها اي اس على اس تكعيب، بتروح التكعيب مع الاس بضل اس تربيع تحت في المقام عندي، وهي بنسميها KA. KA جاي من acceleration constant، معناته حنضرب الليمت ال KA هنا شايفينها، الليمت S تربيع في G، S تربيع في G على نفس النسق اللي شرحناه قبل شوي. لو أجيت توجد G of S إذا كان type 0 تحت حيظل عندي S تربيع فوق، إذا كان 1 حيظل عندي S فوق، إذا كان 2 الS مع الS بتروح. معناته عند الواحد والصفر حيعطيني infinity، وعند التايب 2 هيعطيني كونستانت، وثلاثة فوق هيعطيني صفر. معناته البارابوليك انبوت از بيرفكت فور
zero error عندما يكون type number more than 3 أو equal 3. I hope إنه هيك إحنا فهمنا قصة الانبوت step input ال ramp input ال parabolic input مع علاقتهم type number type number. لو جيت أنا أشرحها من طريق أخرى أو من منظور آخر هذا type number قلنا s to power n هاي نسميه type number أوكي. طبعا هذا كله شرحناه. لو جيت أنا أشرح فقط type zero العكس الحين شرحنا إحنا قلنا step zero one two three وبعديها ramp zero one two three وبعديها parabolic one two three. طب لو جيت أنا على zero بس لحاله zero type zero لو النظام عندي type zero وجيت أخذت له steady state error عند البوزيشن عند الفلوستي عند الاكسلوريشن قلنا في الزيرو حيكون واحد على واحد زائد جي اوف زيرو سميناها كي بي ذاكرين تطلع كونستنت. لو جيت انا الفلوستي كان واحد على اس في جي والاكسلوريشن واحد على اس تربيع في جي هذا اس لانه بدك تعوض هنا صفر هيعطيك واحد على صفر انفينيتي واحد على صفر تربيع برضه انفينيتي فمعناته with type number equal zero تمام لازم استخدم ايش الكونستانت ايرور استخدم انا عندي ايش الكونستانت بوزيشن ايرور تمام الفيلوسيتي حيكون عندي انفينيتي والاكسلريشن حيكون عندي انفينيتي الاكسلريشن حيكون انفينيتي معناته التايب زيرو فقط بستخدم له البوزيشن ستيدي ستيت ايرور تمام. طب لو رحنا على التايب 1 التايب 1 الأولاني حيعطيني الصفر واحد على واحد وأنا لأنه في المقام عندي صفر فحجي اوف زيرو حتكون انفينيتي واحد على انفينيتي حيعطيني الصفر يوم أنا تروح الاس مع الاس زي ما شرحنا حظلها عندي واحد على جي وهي ايش كونستنت. طب لو كان عندي بالمقام اس تربيع اللي هو ايش الاكسلريشن حيعطيني انفينيتي معناته تايب 1 حيعطيني زيرو بوزيشن ايرور إذا استخدمته في البوزيشن كنترول زيرو ايرور إذا استخدمته في الفلوسيتي لو أشوف الفلوسيتي إيرور حيكون عندي كونستانت في الأكسلريشن حيكون إنفينيتي. طب في التايب 2 الأولاني حيكون صفر الثاني صفر الأكسلريشن حيكون كونستانت الأكسلريشن حيكون كونستانت. تايب 3 صفر 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 كله أوكي تايب 3 لو جيت سمرايز ذيم وي سمرايز ذيم هاي تايب 0 اليونت ستيب حيكون كونستانت إنفينيتي إنفينيتي ال1 حيكون هذا صفر هذا كونستنت هذا انفينيتي والتايب 2 حيكون صفر صفر وهذا كونستنت هاي الرسومات كيف يعني بعطيك كل واحد الايرور تاعها كيف اوكي هذا شكل ثاني للموضوع ملخص كل اللي شرحته قبل شوي في هذا التيبل اوكي لو بدك تيجي تحسب الستيدي ستيت ايرور للستيب هذا هو للرامب هذا هو الفيلوسيتي للبارابولا معناتها الاكسلريشن هذول الكالكوليشن تستعينهم تعيدهم عند التايب 0 كيف النتائج عند التايب 1 كيف النتائج عند التايب 2 كيف النتائج تمام هذا تكونوا ترجعوا على البيت انا بعرف معلومات مكثفه ترجعوا على البيت وتعاودوا تدرسوهم ستيب باي ستيب تفهموهم واحده واحده عشان تقدروا تستخدموهم ليتر اون في الكنترول تمام لو جينا ناخذ مثال على الموضوع مثال اوكي قال لي عندي في السيستم اللي شايفه على اليمين اوكي فايند ذا ستيدي ستيت يعني شوف دبل اس يعني ستيدي ستيت ايرور فور ذا فولوينج انبوت معطيني ثلاث انواع انبوت ثلاث انواع انبوت اوكي طيب السيستم تايب تاعه كم هان اول خطوه هاي التايب تاع السيستم كم معي شباب صبايا تايب نمبر تاع السيستم واحد لانه ايش دائما بروح بشوف اس موجود ولا عشان تكون كمان مرات بيكون في تريك في السؤال الاس مضروب جوا انت شوف تقدر تطلع عامل مشترك الاس ولا لا اذا بتقدر تطلع عامل مشترك معناته في عندي تايب نمبر اذا ما قدرت معناته بيكون زيرو يعني ممكن يكون عندك اس تكعيب زائد واتيفر زائد اس يعني زي كذا مثلا مثال يكون هيك واتيفر الفوق تحت حيكون اس تكعيب زائد 2 مثلا اس تربيع زائد 3 اس مش مبين عندك انها اس لحالها بس تطلع اس عامل مشترك حظل عندك اس تربيع زائد 2 اس زائد 3 معناته التايب كم؟ واحد تايب كم؟ واحد انتبهوا لهي الخطوه اوكي؟ طيب هي اول حاجه انا عندي التايب واحد الحين نيجي نحسب كي بي كي في كي اي لكلهم كلهم كي بي هذه المعادله تاعتها ليمت اس جوز تو زيرو للجي الكي في اضربها في اس الكي اكسلريشن في اس تربيع بس الجي معك هاي هالجي
بتروح تحمل الجي، هذا الجي انتبهوا لازم يكون على هذا الشكل. اجين اذا في عندي بلوك يمين شمال تحت كله بدك تسوي له ريدكشن بحيث يكون جي اوف اس وجنريتيف فيدباك بس. فباخذ هذا اسمه الجي اوف اس. كل المعادلات اللي شفناها اليوم الجي اوف اس معناته هاي كامله. اذا عندي اكثر من بلوك لازم اجمعهم، هذول ناخذهم الجي اوف اس. هي عندي هذه نفسها اكزاكتلي بس هذه كلها جي اوف اس. انتبهوا هاي كلها جي اوف اس. اوكي يوم انك تعوض صفر، عوض صفر فيها شو بصير عندك. هذا بتروح صفر وهاي بتروح صفر صح، معناته 100 في 2 في 6 اللي هي 1200، وهنا صفر بتروح، هذا صفر بتروح، هذا صفر بضرب فيهم كلهم بعطينا صفر، معناته رقم على صفر انفينيتي. معناته انا لانه التايب نمبر 1 انا عارفه اصلا، لو رجعت للجدول، لو رجعت للجدول ها تايب 1، تايب 1 حيعطيني الكي بي صفر بدون حتى محل. اذا عرفت بدون ما تحل تقدر تحط صفر، والكي في حيعطيني كونستانت والكي انفينيتي. انا هذا متوقع النتائج هاي تمام. طيب نجي عند الكي في، تعال عوض اضرب اس بس لقبل الاس بتطير الاس، هذا الحلاوه في الموضوع، طيرت الصفر اللي تحت فمعناته طلع عندي ايش رقم. معناته في الفيلوسيتي الستيدي ستيت ايرور حيكون 100. اوكي عندي ستيدي ستيت ايرور ايكوال كونستانت. طيب لو ضربته في اس تربيع، التربيع حتروح مع الاس، هان حيظل بقي عندي في المقام اس، يوم نعوض حيعطينا صفر، معناته الايرور حيكون صفر في الاكسلريشن تمام. طيب الحين نشوف الانبوت. احنا حسبنا الكي بي كي في كي اي صح، ذكرين القوانين هاي او ارجع لكم اياها مع القوانين اللي بقينا نستخدمها اللي هي هيها الاي الستيدي ستيت ايرور. احنا حسبنا كي بي وكي في وكي اي، بس حين نوجد الستيدي ستيت ايرور في الستيب حيكون 1 على زائد 1 زائد كي بي، 1 على كي في في الرامب، 1 على كي اي في البارابولا. لا ننسى الستيب يو اف تي، الرامب تي في يو اف تي، والبارابولا تي تربيع، يعني تي هذه 1 تي تي تربيع تمام. طب هنا عندي القانون هاي 1 او اي 5 5 تي 5 تي تربيع، يعني هذا ستيب رامب بارابولا، ستيب رامب بارابولا. نجي نطبق القوانين اللي شفناها قبل شوي، 5 على 1 زائد كي بي، بس ارجع شوي معلش، هذه مش 1 لازم تكون اي، يعني ارجعوا هذه فيها مستيك على فكره. طبعا هو حاطها 1 بدلاله انه هنا عندي 1، هذه لازم تكون اي، هاي بتكون اي، هاي اي، هاي بتكون اي، وهي A المعامل يعني، وهي A طبعا في السلايدات الأولى مكتوبة بالA. لو رجعنا للسلايد الأولى وين راحت، يعني لو رجعت هنا بس خلينا نتأكد معلش، هيها أوكي A على KV تمام صح AT، يعني إذا 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 بدل الواحد بتحط رقم يعني في الآخر، بس هاي الفرق يعني. أوكي يعني بدل الواحد بتحط رقم، لو 5 مثلا هنا بتحط بدل الواحد 5 في في البسط، أزف انه 5 ملتبلايد يعني الفاكتور برا الخمسه تمام، معناته 5 برا 1 على 1 زائد كي بي. طيب كي بي كم طلعناه هنا؟ انفينيتي، معناته الستيدي ستيت ايرور هنا صفر، which is perfect perfect لانه عندي الايرور زيرو. نجي ناخذ الرامب كم طلع عندي؟ حيكون عندي لو 5 على الكي في، 5 على 100 معناته 1 على 20 كونستانت which is good كونستانت 1 على 20. يوم نجي نحسب للبارابولا الليمت 5 على كي اي، كي اي اللي هي 0، 5 على 0 انفينيتي which is not good، عند الايرور عالي عالي جدا. اوكي في ناس عنده استفسار سو فار قبل ما ننتقل على خطوه ثانيه؟ طب خلينا ناخذ مثال ثاني. عندي نظام، هذا النظام جي اوف اس، وعندي كي هنا كنترولر، كنترولر طبعا احنا في الكنترولر في منه انواع، انواع الكنترولر في شيء بنسميه بي كنترولر يعني بروبورشنال كنترولر، في عندنا شيء بنسميه بي اي بروبورشنال انتجرال، وفي عندي بي اي دي بروبورشنال انتجرال ديريفاتيف بي اي دي. اتصور انكم سمعتوا عنهم. البروبورشنال حيكون عندي رقم يعني حيكون شكله كذا كي، الاي حيكون عندي شكله كذا يعني الاي اللي هو انتجرال حيكون عندي شكله على اساس اي اساس كي على اس. طب والديريفاتيف حيكون شكله كذا كي في اس ديريفاتيف، هذا بنسميه
بي دي بروبوشنال ديريفاتيف بي اي بروبوشنال انتجرال وهذا بي لحاله بروبوشنال. ممكن يكونوا مجموعات الثلاثه مع بعض. كيف مجموعات الثلاثه مع بعض؟ هيكون عندي بهذا الشكل بروبوشنال زائد كي واحد مثلا 2 على اس اللي هو الانتجرال زائد كي 3 في اس، هذا بنسميه بي اي دي. بي اي دي ما بديش بكره واحد في محاضره، يعني خصوصا لو بيطلع على كنترول 2 ادفانس كنترول، يوم انه الدكتور يسالك شو هو البروبوشنال كنترولر او البي اي كنترولر بروبوشنال انتجرال، احنا فاهمينها من لابلاس. انتجرال يعني واحد على اس بس سمبل، ديريفاتيف يعني ضرب اس، بروبوشنال يعني رقم يعني بروبوشنال اوكي فروم اتس ماثماتكس يعني. فمعناته هاي التفاصيل بنسميها الكنترولرز، هاي كنترولر كنترولرز بروبوشنال، او ممكن يكون يعني ممكن يكون على هذا الشكل او بي اي، او ممكن يكون بي دي، او ممكن يكون كلهم مع بعض بي اي دي. طبعا نتعامل معهم ازف انهم ترانسفر فانكشن وندخلهم في النظام والتفاصيل، احنا هدفنا نشوف كم فاليو تاعت الكي او الكي هاي او الكي هاي او الكي 1 وكي 2 وكي 3 هذول الفاليوز اوكي. طب هيا نرجع للحل تاعنا. الحين انا شرحنا لكم ايش انواع الكنترولر الموجوده في البي والبي اي دي. طيب عندي في السؤال هذا كي لحالها معناته اتس بروبورشنال كنترولر. طيب شو بقول لي؟ بقول ديترماين ذا تايب نمبر اند ستيدي ستيت ايرور اي انفينيتي او اي اس اس اللي هو ستيدي ستيت ايرور فور ذا يونت ستوب فور ذا رام فور ذا بارابوليك فور ذا كيسز. في عندي تو كيسز، جي اي هاي عندي بروبوشنال كنترولر كي 1 او ممكن تكون بي اي، يعني كي 1 زائد الانتجرال اللي هو كي 2 على اس، كي 2 على اس تمام. طيب اول حاله شو قلنا نسوي؟ اول حاجه قلنا هذا الشكل ما بديش اشوفه، بدي انا اخليه 1 بلوك مع يونتي فيدباك، هاي ضرب هاي. انتم بتعرفوا في الريدكشن اذا كانوا اثنين ان سيريز نضربهم مع بعض فبصير كي 1 في كي على تاو اس 1، وعندي عندي هنا يونتي فيدباك. الحين بقدر هذا اسميها الحين جي اوف اس الجديده تاعتي اللي بقينا نستخدم القوانين تاعتها قبل شوي، وبقدر على طول ابلش في الحلول تاعتي على طول. هنا اذا كانت عندي جي اوف اس ويونتي فيدباك بقدر اشوف التايب نمبر كم، ما في عندي اس لحالها معناته التايب نمبر از زيرو، التايب نمبر عندي كم؟ صفر. معناته انا التايب نمبر عندي صفر، بقدر الحين اوجد الستيب والرامب والبارابوليك، اتس اب تو يو تمام. لو جيت انا احسب اللي هو الايش الكي بي، شوف تطلع عندي الليمت اوف جي اوف اس عند ما اس جوز تو زيرو، ذاكرينها يعني نعوض محل الاس فقط صفر، معناته كي 1 في كي على 1، كي 1 في كي على 1 اللي هو هذه الفاليو تاعت الكي بي. الكي بي الحين لو نجي للستيدي ستيت ايرور شو هو؟ تساوي 1 على 1 زائد كي بي، ذاكرينها؟ وتساوي 1 على 1 زائد كي 1 في كي. هذه الستيدي ستيت ايرور تاعت الستيب ريسبونس. وهكذا دواليك الحين بنحل السؤال كاملة، اوكي؟ هذه الكي بي تمام؟ طيب الكي في شو تساوي؟ الليمت اس في الجي اوف اس. طب انا اصلا ما فيش عندي اس في المقام، معناته الاس بتصفر النظام، فمعناته الكي في ايكوال زيرو، والاس تربيع برضه الكي اي ايكوال زيرو. تعال نوجد الستيدي ستيت ايرور في الانفينيتي، 1 على 1 زائد كي بي زي ما حليتها قبل شوي كونستانت، 1 على 0 انفينيتي، 1 على 0 انفينيتي. معناته فور بوزيشن ريجاردلس فيلوسيتي واكسلريشن بقدر استخدمه للبوزيشن فقط بغض النظر، يعني بقدر انا اسوي تراك للبوزيشن. اذا بدي اهتم في الفيلوسيتي معناته الايرور عندي انفينيتي ما ينفعش، اذا بدي اهتم في الاكسلريشن برضه الايرور عندي انفينيتي ما ينفعش. هذا الكنترولر فقط بعطيني بيرفكت، خلينا نقول مش بيرفكت، عندي اي كان كنترول البوزيشن ولكن بعطيني ايرور كونستانت، الايرور تاعي كونستانت تمام. طيب جميل جدا. طبعا لا تنسوا انه لازم نستخدم الستيب ريسبونس عشان البوزيشن. طيب هذا ايش في حاله ايش كل الحل اللي حليناه قبل شوي؟ اذا كان عندي بي كنترولر هذا اي فرع اي، خلينا نحل نشوف فرع جي فرع بي شو بقول لي، هل البي اي كنترولر افضل ولا لا؟ انا البي كنترولر قال لي فقط بوزيشن. طب نشوف البي اي كنترولر هذا لو دخلناه على النظام شو بصير عندي؟ الجي اي شو تساوي؟
قلنا قبل شوي البي اي كنترولر كي اللي هو البروبوشنال زائد واحد على اس اللي هو الانتجرال. طب لو قلت لك ديريفاتيف بتحط كمان اللي هو اس في كي او كي في اس، تمام؟ طب خلينا نشوف هذا نبسطها بس اكثر. كي 1 في اس زائد كي 2 على اس، هذا الكنترولر. ايش الكنترولر؟ اللي هو في البلوك كاي، في البلوك كاي. الحين هذا البلوك نضربه في الايش، في الترانسفير اللي عندي، تمام؟ اضرب البلوك في الترانسفير بيطلع عندك الترانسفير الجديد اللي هو سميناه جي. الحين هذا الجي هو نفسه اللي هيك، هذا الجي الجديد تاعنا اللي هو في يونيتي فيدباك عندي في النظام. هذا اللي بقدر الحين انا استخدم القوانين تاعتي عليه. طيب نوجد الكي بي كي في كي اي. كي بي طبعا تايب نمبر كم؟ واحد. انا عارف لو بدي ارجع للجدول بعرف ايش التفاصيل اللي عندي، حيكون عندي الرامب كونستانت الستيب صفر والاكسلريشن زيرو او انفينيتي سوري. معناته كي بي جي اوف اس عشان في عندي اس في المقام معناته رقم على صفر انفينيتي. يوم اضرب الاس في الاس، الاس بتطير مع الاس بيضل عندي كونستانت، ويوم يكون عندي اس تربيعي بيضل اس في البسط بيطلع عندي زيرو، صح؟ نفس الريبيتيشن اللي حليناه قبل شوي في الدريفيتيف. طب خلينا نجي نوجد الستيدي ستيت ايرور. 1 على 1 زائد كي بي، 1 على 1 زائد انفينيتي صفر، 1 على كي في، 1 على كي كي بيعطيني كونستانت، والبارابوليك بيعطيني ايش؟ انفينيتي. معناته ذيس سيستم عندما استخدم البي اي كنترولر، البي اي عند الرامب بيعطيني كونستانت ايش؟ ايرور، وعند الستيب بيعطيني صفر. يعني اتس ا بيرفكت، انا بيرفكت بيرفكت في البوزيشن، في البوزيشن، لانه الايرور عندك حيكون صفر، وبالنسبه للفيلوسيتي عندي ايش؟ كونستانت ايرور. ايرور يعني كويس برضه للفيلوسيتي وذا كونستانت ايرور، ولكن اي كانوت يوز ات فور ايش؟ الاكسلريشن. ما بقدر انا اتراك الاكسلريشن، تمام؟ يعني هنا هذا الملخص اللي حكيته قبل شوي، الملخص اللي حكيته قبل شوي انه عندي في الستيب معطيني ايرور زيرو، عندي في الرامب في ايرور كونستانت، وعندي في البارابوليك معطيني ايرور انفينيتي. يعني لو جيت احسب هاي الايرور اي ايكوال انفينيتي، في الانفينيتي ايكوال انفينيتي، تمام؟ طب كيف انا بقدر اتحكم في الايرور الموجود عندي هان؟ في الايرور تاع الايرور الموجود في الحكم هنا، ذاكرين يوم جدنا الايرور هنا كي في كي 2، لو رفعت الكي 2 لو رفعت الكي 1 هذا الكي ارفع مقامهم، كل ما رفعتهم كل ما كان الكونستانت عندك اقل، كل ما كان عندك الايرور هنا اقل. معناته انت ارفع كي او كي 2 كل ما كان عندك الايرور، الايرور تاعك ايش؟ اقل، تمام؟ الايرور تاعك اقل، واضح؟ شباب صبايا واضح؟ Let me just to recap what we have discussed so far في السكشن اللي احنا حتى الان ناقشنا. عندنا اول حاجه عندنا بلوك دايجرام بدك تسوي له ريدكشن بحيث يكون بلوك مع يونتي فيدباك، هاي اول حاجه، تمام؟ وفي عندنا 3 تيستس، ستيب رام بارابولا. قلنا الستيب للبوزيشن، الرام للفيلوسيتي، والبارابولا للاكسلريشن، تمام؟ الحين اول شيء بدك توجد الجي وات ايفر البلوكس الموجوده عندك، كنترولر مع جي ترانسفير فانكشن، بدك تجمعهم مع بعض بحيث يكون 1 بلوك مع يونتي فيدباك. بتروح بتشوف الترانسفير الجديد تاعك في تايب نمبر تاعه كم، 0 1 2 3 وات ايفر، اوكي؟ وبعدها بتروح توجد كي بي كي في وكي اي ثلاثه، الستيب والرامب والبارابولا. وبعديها بتعوض اللي هو الفاليوز تاعت الستيدي ستيت ايرور، مثلا في الستيب 1 على 1 زائد كي بي، في الفيلوسيتي 1 على كي في، وفي البارابولا 1 على كي اي، وبتشوف الايرورز عندك، وبتقول على اساس النتائج بتقول انه بيرفكت اذا طلع عندك الايرور الصفر، اذا طلع عندك كونستانت بنقول اتس ا جود مثلا فور الفيلوسيتي او وات ايفر فور الاكسلريشن، واذا عندك انفينيتي بتقول اتس نوت جود فور ذات. واضح؟ هذا ملخص كل اللي شرحناه. طيب ندخل على التراك ثاني. لو كان عندي نون يونيتي فيدباك، هذا كل الحكي قلناه قبل شوي انه يونيتي، زي قبل شوي هذا اليونيتي، سوري هذا مش يونيتي، عندي في اتش. قلنا لو الفيدباك عندي، طب قلنا اذا في هنا بلوكس بتسوي لها ريدكشن، طب لو كان عندي هنا بلوك في الفيدباك شو بتسوي؟ بتضرب في واحد وبتنقص واحد، بتضرب تجمع واحد وبتنقص واحد، هاي نقص واحد وجمع واحد، الاتش موجوده.
لكن نقص واحد وجمع واحد، يعني كأنه سوى إضافة صفر. يعني هذه الإضافة اللي هان ناقص واحد، وهنا في عندي أصلا زائد واحد، بس الواحد بنحطش. هذول كأنهم مش موجودين، زي كأنك بتدخل على معادلة زائد واحد ناقص واحد، كأنك دخلت صفر على النظام. تمام، شو بتسوي بعديها؟ بتروح بتأخذ الماينس بتدمجه مع الاتش، والاتش مع الماينس هذا بتحله ايش؟ فيدباك. بتحل هذا فيدباك، شو بضل عندك؟ بضل عندك اللي هو الجي اللي بدنا اياه مع ايش؟ يونيتي فيدباك. شفت التريك كيف نحل؟ اذا كان عندك نون يونيتي فيدباك بتضيف واحد بتنقص واحد، الناقص بتدخله مع الاتش، والاثنين بتدخلهم مع الجي بتحله بتسوي له ريدكشن، بضل عندك الايش؟ اليونيتي فيدباك. يعني الجي مع الاتش ناقص واحد كيف حلها؟ هيها بصير عندك بلوك هذا سميه جي اي جديد مع يونيتي فيدباك. معناته الجي اي الجديد هذا هو اللي معي، النظام الجديد اللي بدي اتعامل معه، وبرجع لنفس الحل القديم، يعني نفس البروسيس ما حيسوي شيء. هنا التريك اللي بعمله انه انا ايش؟ بخلق نظام جديد، او بخلي الشكل تاع النظام على الشكل اللي انا سويت له ديريفيشن يونيتي فيدباك. لو اخذنا مثال، مثلا هذا عندي ترانسفر فانكشن وهذا نون يونيتي فيدباك، بروح بطبق الايكويشن هاي جي على واحد زائد جي في اتش ناقص واحد، هاي المعادله بتعوضها وبتطلع عندك في النهايه اللي هو الترانسفر فانكشن الجديد. هذا الترانسفر فانكشن الجديد كيف شكله حيكون؟ هيك، هذا هو، وعندي هان يونيتي فيدباك ماينس، وهذا ار، وهذا الجي الجديد اللي هو هذا، اوكي، وهذا ايش؟ الواي او سي اوف تي او الواي او واتيفر، اوكي سي واتيفر. الحين بقدر اطبق من جديد القوانين تاعتي، القوانين تاعتي بعد ما طلعت الجي اي بوجد الكي بي جي اوف زيرو، نعوض الصفر قلنا، هذا التايب نمبر كم تاعه؟ صفر، لانه ما بقدر اطلع عامل مشترك اس، معناته التايب نمبر تاعه زيرو. انا على الجدول بقدر اتوقع ايش النتائج تاعتي، اوكي؟ معناته الكي بي شو تساوي؟ عوض صفر، هان كله صفر بروح، شو بضل عندي؟ هان 100 في 5 على 400 اللي هو سالب 5 على 4. يوم تيجي توجد الستيدي ستيت ايرور 1 على 1 زائد كي بي، شو بيطلع عندك؟ سالب 4، which is constant. constant شو معناته نيجاتيف هذا الكلام؟ implies that the output is larger than the input. الاوتبوت larger than the input، لانه قلنا الستيدي ستيت ايرور ذكرين هاي هيك، هذا اليونتي فيدباك، شو قلنا؟ هذا الايرور هنا، وهذا ار، وهذا فيدباك اللي هو ايش؟ قول سي اوف تي اللي هو اوتبوت، هذا سي، معناته شو بيطلع عندي؟ نيجاتيف، هذا ناقص. شو معناته النيجاتيف؟ الاوتبوت لانه ناقص اكبر من الار، لانه اي شو تساوي؟ سي ماينس ار، او ار سي ماينس ار، او ار ماينس سي، مش مشكله، اوكي. معناته هذا نيجاتيف اكثر، غلط، هاي مش كذا، لانه السي نيجاتيف معناته ار ماينس سي، معناته هاي اكبر، فطلعت عندي نيجاتيف النتيجه. تمام، معناته اعطاني كونستانت على ستيب ريسبونس، اعطاني كونستانت على الستيب ريسبونس. تمام، لو البعديه، لو توجد البعديه بتطلع لي انفينيتي انفينيتي. ليش؟ لانه التايب زيرو، واحنا عارفين في التايب اوف زيرو بعطيني كونستانت، والثاني انفينيتي، والثالث انفينيتي. تمام، معناته اتس ا بيرفكت، أو it's a good for position control، أو for error and the position tracking equal constant. طب لو شفنا مثال ثاني، إيش هذا المثال؟ أوكي، هذا المثال عندي G معطيني إياها بهاي الأرقام. الحين شو سألني؟ سألني أوجد لي الفاليو تاعت K، تاعت A، تاعت B. عندما يكون بده K A و B، بده هذا الفاليوز عندما تكون، معطيني معطيات. اليونت ستيب الستيدي ستيت ايرور فور يونت ستيب 0.1 هو ايش؟ فور ستيب ايكوال 0.1 اللي هو ايش؟ الستيب 1 على 1 زائد كي بي، صح؟ وكي بي ايش هي؟ هذا ليميت الجي اوف اس عند اس جوز تو زيرو، بس بعوض في الجي اوف اس شيء اسمه زيرو، بطلع النتيجه. طيب شو كمان؟ الدامبنج ريشيو نص اللي هو زيتا تساوي نص، والناتشرال فريكوانسي لو اوميجا ان تساوي جذر العشرة. تمام، اول حاجه انا بوجد عند الايرور، الايرور ايش هو؟ ار، لو رجعنا في الديريفيشن هذا هو الايرور ساعي، صح؟
R على 1 زائد G. R على 1 زائد G. طب خلينا نوجد احنا ايش عندي الليمت تاعت الايرور steady state للايرور اللي هي 1 على 1 زائد KB بالاخر. وKB شو تساوي؟ يعني KB هنا شو تساوي؟ هاي عوض 0 K في 0 زائد A على 0 زائد B تربيع. شو تساوي؟ KA على B تربيع. هاي اللي هي KB. الحين طب الإي يجي عوض الإي هنا اللي هي هان. شو بتصير؟ 1 على 1 زائد KA على B سكوير. خلينا نكمل. هاي 1 على 1 زائد KA على B سكوير. بس رتبها وسويها بالبوينت 1 لأنه قايل هي ريكوال بوينت 1. فبتصير عندك هاي المعادلة. هاي أول معادلة. KA تساوي 9B سكوير. هاي معادلة واحد. الحين في عندي two things اللي هو natural frequency والdamping. كيف بدك تعرفها؟ بدك توجد ذكرين الترانسفر فانكشن زمان تساوي output على input. قلنا بس يساوي هذا بطلع عندي bust ومقام. قلنا المقام سميناه characteristic equation صح؟ وقلنا characteristic equation شو تساوي؟ S تربيع زائد 2 زيتا أوميجا N في S زائد أوميجا N سكوير. ذكرينها؟ فقط أنا شو بدي أسوي؟ الترانسفر فانكشن أوتبوت على إنبوت. إيش الأوتبوت على إنبوت لو رجعت في الرسمة؟ الأوتبوت على إنبوت الأوتبوت C والإنبوت R. تمام؟ فمعناته هذا الريدكشن كامل تاعي حيكون عندي G على 1 زائد G. G على 1 زائد G بس عوض G هنا و G هنا ورتب المعادله فبتطلع عندك الكاركترستيك ايكويشن. معناته هاي 2 زيتا اوميجا ان وهاي اوميجا ان سكوير. ثلاث معادلات بثلاث مجاهيل بتحل النظام. ثلاث معادلات بثلاث مجاهيل بتحل كل واحده لديش قيمتها عندك. تمام؟ بس لان هنا في تريك انه هنا طلعت البي معادله تربيعيه معناته البي تساوي زائد ناقص واحد فمعناته عندي اكثر من احتمال. اذا كانت بي ايكوال 1 بيطلع عن هاي النتائج وإذا كانت B equal negative بيطلع عن هاي النتائج. تمام؟ في ناس عنده استفسار كيف انحلت هاي التريك سؤال؟ يعني very simple إنه السؤال عندي موجود هنا قال لي أوجد K و A و P عندما يكون steady state error كذا فبروح بوجد steady state error وهاي التفاصيل damping ratio و natural frequency أخذناها قديما في chapters اللي قبل. أوكي كيف توجدها؟ طيب في ناس عنده استفسار قبل ما ننتقل على موضوع ثاني لانه باقي عندنا موضوعين الحين. طبعا هم ريبيتيشن. الموضوع الثاني لو كان عندي ديستربنس هنا يعني احنا فهمنا اذا كان عندي كنترولر والبلانيت بس لو كان عندي ديستربنس شو بده يكون عندي في النظام؟ ديستربنس از اف انه انبوت. ديستربنس از اف انه انبوت انذر انبوت. لو جيت احسب الستيدي ستيت ايرور من جديد هنا شو تساوي؟ ار ماينس الاوتبوت صح؟ السي. طب السي شو تساوي؟ سي شو تساوي؟ الاي في الجي الاي في الجي زائد الدي هذول الثنتين اضربهم في الجي 2 يعني اي في في الجي زائد هيها دي اس كل هذول مع بعضهم اضربهم في جي 2 يعني اي في الجي 1 زائد دي كلها تضربها في الجي 2 هذه السي. تعال عوض السي هنا. تمام؟ شو بتصير عندك؟ طب السي انا ايش تساوي معادله السي؟ بس فك هاي اوكي فكناها. تمام؟ روح انا اجيب من الاي، الاي تساوي ار ماينس سي. تمام؟ فبتطلع عندك الايرور شو يساوي؟ هاي هي الايرور. تمام؟ هاي هي الايرور راح يكون عندك. تمام؟ فاحنا عرفنا الايرور كيف بدلاله هاي التفاصيل، الايرور بدلاله اللي هي ار ماينس سي. تمام؟ فهاي اللي عرفت عندي ايش؟ الايرور. تمام؟ فمعناته الايرور عندي انعرف، فمعناته عندي الايرور جاي من جالين. من input R ومن input D وكل واحد لها transfer function. هاي transfer وهاي transfer معناته الـ error الـ infinity. نجي للـ derivation اللي سويناه في أول المحاضرة. الـ error الـ infinity limit هاي عندما S goes to zero وتضرب هاي في S معناته S في واحد S على واحد زائد G كذا في R وهي نفس القصة اضربها في S كمان limit اضربها في S. S في G2 على هاي نفس الشيء. فمعناته انا في عندي ايرور من الانبوت R وفي عندي هنا ايرور جاي من وين؟ من الديستربنس. من الديستربنس.
لو اجينا فرضنا قلنا ديستير بس عندي واحد على اس ستيب واحد على اس تمام، هاي واحد على اس، معناته الايرور حيكون عندي، حيكون ايش عندي الايرور تاع هاي اوكي، اضربها في واحد على اس، في واحد على اس هنا جاي عندي صح، في واحد على اس، الاس بتروح مع مين؟ مع الاس، شو بضل عندي؟ جي 2 على 1 زائد جي 1 في جي 2، لو قسمت على جي 2 شو بصير عندي؟ لو قسمتها خلينا نحلها على اليمين او فوق هنا، اس جي 2 على 1 زائد جي 1 جي 2 صح، نضربها في 1 على اس، هذا الاس بتروح مع الاس وتساوي، اذا قسم على جي 2 هذا شو بصير؟ 1 على 1 على جي 2 زائد جي 1 تمام. خذ الليمت وعندي ماينس، لا تنسوا في ماينس ها، الحين هذا الليمت للكل لا ننسى الليمت، خذ الليمت اس جوز تو زيرو، الليمت اس جوز تو زيرو بس عوض محلها اس جوز تو زيرو، الحين الليمت بدخل على التحته وعلى التحته، هاي اللي هو هاي تطلع معي هاي الاكويشن، ماينس 1 ليمت 1 على جي 2 وليمت جي 1 خلاص الحين واضحه، شو جي 1 هنا وشو جي 2 عندي هان، بعوضها تعويض مباشر، بعوض هذول الثنتين هان وبسويهم بالصفر بس، هذا هو تمام. طب لو كان عندي الـ R0 بنرجع لأساس انه كانها D هي كانها input، D كانها input تمام. لو جينا ناخذ مثال، مثلا المثال عندي هذا تحت اوكي، عندي الـ G1 تساوي 100 والـ G2 تساوي الفانكشن اللي عندها اوكي، طبعا الـ G1 عادة بيكون كنترولر، ممكن يكون BI controller whatever، هنا عندي ايش؟ proportional controller، يعني شنو proportional controller؟ value، يعني زي K قلنا، كنا proportional كنترولر شو قلنا هي تساوي كي، البي اي تساوي كي زائد واحد كي 2 على اس، والبي دي تساوي كي 1 زائد كي 2 دي، والبي اي دي تساوي كي 1 زائد كي 2 على اس زائد كي 3 في دي تمام، سوري في اس مش دي، انا بقول دي لانه قلنا هي عباره عن ديريفيتيف في اس انا اس تمام. هذا عندي proportional، هاي value proportional. طيب نجي تعويض مباشر، هاي القاعدة تأتي تأتي disturbance، نجي بنعوضها هنا فقط، عندي G2 كم؟ ألف G2 كم؟ ها شباب G2 كم؟ اللي هو value تأتي هاي، هاي G2 عوض فيها الصفر شو بتصير؟ واحد على صفر صح؟ كل هاي إيش؟ يوم تعوض واحد على صفر شو بتصير؟ infinity صح؟ هاي اي واحد صفر في صفر زائد اثنين في صفر، شو صارت هذا انفينيتي. طيب عندي في القاعدة هان شيء واحد على انفينيتي، واحد على انفينيتي شو بعطيني؟ صفر، هاي الصفر على اليمين. طيب نجي جي ليمت جي 1، ليمت جي 1 هو كونستانت ما بتغيرش، عوض الصفر محل الاس صفر فيش صفر، بظلها الف، معناته سالب واحد على الف وتساوي الايرور تاع الديستربنس ماينس واحد في الالف، ماينس واحد في الألف. واضح ولا أعيد يا شباب صبايا؟ أعيد الديستيربنس واضح كيف وجدنا الايرور تاعه، هذا ابلكيشن على كل اللي طبقناه، يعني ما فيش شيء جديد، فقط التريك في الـ في الـ في الايرور تستخدم القاعدة الجديدة اوكي، اللي هي القاعدة تاعتنا اللي هي هاي اوكي، هذه القاعدة تاعت الايرور ديستيربنس هاي فوق تمام، هذا الشيء الجديد عندي في النظام تمام. بينا اتفضل اعطيك العافيه. جزاك الله عافية. هسه انت بتحكي لنا اذا كان نوع كنترول للديستوربنس، اذا كان ايش؟ بقول لك ايه، كان عندي في انواع كنترول، كنا البي والبي اي والبي اي دي. اه هذا الكنترول هي هاي هسه الديستوربنس هسه مثلا انت بتكون ان مثلا السؤال هذا اللي فيه ديستوربنس ولا احنا لازم نضيف ولا مش فاهم كيف بالضبط؟ لا 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 يعني بيجي بيجي الشكل هذا خلاص بيجيك سؤال على هذا الشكل، هذا الشكل اكزاكتلي، بس شو بتغير عندك؟ جي 2 جي 2 قيمتها متغيره، بتعرف شو هي جي 2 وجي 1 متغيره بس الكنترولر مختلف، يعني بس على هذا الشكل، ما بيجيكش شيء ثاني. ديستربنس انا لازم اعطيك اياه مش انت، يعني اقول لك انه النظام فيه ديستربنس في هذا المكان اوكي، بين الكنترولر بين البلانت، الشكل هذا ثابت ما بتغير هذا الشكل،
اللي بتغير عندك قيمة G2 قيمة G1 قيمة DS قيمة RFS بس. أوكي يعني هذه المثال السلايد اللي قدامك هو الحل لكل الأسئلة، بس بدك تعوض قديش قيمة D قديش قيمة الكنترولر قديش قيمة B2 G2 G1 G2 بس. أوكي يعني هذا مثال، هذا سؤال مثال واضح. واضح يمكن أنا أقول لك مثلا مش ألف، ألف زائد 20 على S اللي هو BI، هذا B وهي I بس. شو ده حتطبق أنا شو حيصير بدل الألف؟ فهم حيصير عندي ألف صح زائد 20 على صفر اللي هو ألف زائد إيش إنفينيتي ويساوي إنفينيتي، يعني هذه بيصير سالب واحد على إنفينيتي ويساوي صفر. تمام هذا الحل بس هيك. طب دكتور السؤال الثاني إيه، هسه في انواع الكنترولر بي اي والبي اي دي، طب انا على اي يعني انا بدي اختار مثلا اطبق عشان يعطيني نسبه اقل، يعني انا لازم اختار على اي اساس بدي اختار، فاهم علي؟ اه على اي اساس بدك تختار؟ الحين احنا شو قلنا في الـ في الـ بدك يونيت تو تشيك، يونيت اول شيء تو تشيك، وقلنا احنا لو نرجع لورا البي شو تساوي كي صح، والبي اي فيها عندها انتجريشن كي واحد زائد كي واثنين على اس، والبي دي فيها ديريفاتيف كي وان زائد كي تو في اس، البي دي بي اي دي بيجمعهم الثلاثه. تمام بدك تشيك تشوف فات تضربها في ترانسفر فانكشن شو يصير معك في النظام عند الستيب عند الرام عند البارابولا وتشوف يعني افضل واحده. هذا اذا سالتك قلت لك انا تشوز ا كنترولر هذا بدل الالف، هذه حطيت لك عليها علامه استفهام، قلت لك ديزاين ا كنترولر، ديزاين ا كنترولر مثلا لهذا النظام، ما فيش عندي الاستيربنس طبعا لهاي الترانسفر فانكشن، بحيث انه هذا الكنترولر تراك مثلا تراك فيلوسيتي بدك تشيك انت الاول والثاني والثالث وتشوف انه الافضل اللي بيسوي تراك فيلوسيتي. شايف التراك فيلوسيتي وانس انه الستيدي ستيت ايرور لا الرامب صح ايكوال صفر، بدي اياه صفر يكون او كونستانت، ممكن اقول لك كونستانت. فانت بدك تطبق اللي شفناه قبل شوي يعني في الامثله اللي قبل زي هاي. يعني بدي اعملها زي تيست تجرب واحد واحد. ايوه بدك تجرب وتشوف الجدول، بدك ترجع للجدول من الاخر، يعني زي هذا السؤال بالضبط، زي هذا السؤال اي سؤال موجود K1 انا قال لي صح، انا بس بقول لك انا مش K1، بحط لك علامة استفهام بقول لك شوف لي يا K1 ولا K1 زائد K2 على S اللي هو البي اي ولا البي اي دي ماشي. فانت شو بتسوي؟ بتحط الاولى K1 بتجمعها زي ما حلينا في السؤال هذا، لا بتجرب الحل الثاني عشان هل السؤال هذا شو هذا السؤال حل طلع عندي التايب كم زيرو، شو قلنا هاي في النتائج انه افضل واحد البوزيشن صح، بس انا جاي لك مش البوزيشن جاي لك البيد الفيلوسيتي صح، هذا الفيلوسيتي معناته خطا بنفعش، بروح برجع بحط كي 1 زائد كي 2 على اي على اس وبجرب بحل نفس الحلول هاي بالضبط وبشوف شو النتائج عندي طلعت، هل كويس للفيلوسيتي ولا لا، كويس كان بها مش كويس بروح بنتقل على اللي بعديه اللي هو البي اي دي وهكذا. تمام يعني هذا السؤال بيرفكت للي سالته بس ريبيتيشن بتغير جي اي، يعني احنا حلينا فرع الف K1 حرينا فرع ثاني بي اي اللي هو النتائج تاعت البي اي، شو قال لي البي اي؟ قال لي كويس للفيلوسيتي صح، هي وين راح كونستانت، قال لي كويس للفيلوسيتي بس الاكسلريشن مش كويس. طب انا الاكسلريشن كيف بدي اسويه؟ خلينا نجرب البي اي دي، جربوا البي اي دي في الدار وشوفوا كيف الحل، بيطلع معاك في البارابولا صح ولا لا للترانسفر فانكشن هذا، لانه من ترانسفر فانكشن لترانسفر فانكشن ثاني بيختلف الموضوع. تمام طيب جميل جدا. طبعا الديستربنس اللي شرحناها هذه قبل شوي هي سبيشال كيس في الـ في الـ في الاسئله في الـ في الـ في الـ في المحاضره كامله. اخر موضوع عندي اللي هو السنسيتيفيتي. اوكي احنا معنا وقت صح، كم باقي وقت؟ طيب السنسيتيفيتي تقريبا 10 دقائق على 40 هي ولا 50 على 50 اظن 50 على 40 ممكن ما حياخذ وقت معنا، هم تو سلايد
تو سلايد بس انتبهوا معي فيري فاست عشان نخلص اللي هو اللي خلينا نقول شو اسمه الستيدي ستيت ايرور اليوم. السنسيتيفيتي شو يعني السنسيتيفيتي؟ انه النظام قديش سنسيتيف لبارامتر معين. اذا كان عندي كي ولا اي قديش مقدار السنسيتيفيتي؟ لو جيت انا قلت مثلا اكزامبل عندي اف تساوي كي على كي زائد اي واعطيتك كي اي 10 والاي الف معناته الاف شو حتساوي؟ 10 على 110 بتطلع 0.091 تمام. رحت قلت لك اي مش 100 خليها 300 شو يعني سويت انا؟ زدت الاي 200%، زدت الاي 200%. شو صار في الاف؟ روح عوض طلعت عندي 0.32. شو يعني 0.32؟ قلت من 0.9 صارت ل 0.03 صح؟ قديش مقدار البرسنتج اللي قلت فيها؟ اللي هي هاي ناقص الفاليو القديمي على الفاليو القديمي هاي البرسنتج تطلع عندي سالب 65%. شو معنى هذا الكلام؟ زيادة الـ A بمقدار 200% خلت الـ F sensitive بحيث أنها تنقص 65%. هذا هو معناته sensitivity. sensitivity لو غيرت بارامتر بمقدار برسنتج معين قديش بيأثر على الـ output تاع النظام البرسنتج تاعته تمام؟ هنا عندي اللي هو الديريفيشن يوم تيجي تشتق يعني دلتا F على F دلتا بي اللي هو البارامتر على بي. معناته اذا بدي اوجد السنسيتيفيتي لا فانكشن وذ ريسبكت تو بارامتر، هذه اف يعني فانكشن وبي بارامتر، تساوي البارامتر على الفانكشن في مشتقة الفانكشن بالنسبه للبارامتر. هذه القاعده تاعتنا فيري سمبل. خلينا ناخذ مثال عشان تفهموها. هذا اكزامبل تمام، يعني هذا الاكزامبل وناخذ كمان اكزامبل بتكون الامور واضحه معكم. عندي هنا بقول لي كالكوليت ذا سنسيتيفيتي اوف ذا كلوزد لوب ترانسفر فانكشن to change it in parameter A. يعني لو جيت A أغيرها قديش الترانسفر فانكشن عندي بتغير؟ أول شيء تحسب الترانسفر فانكشن كامل، هذا فيدباك هاي على واحد زائد اللي هو أو عكس الإشارة اللي هاي في هاي بتحلها بتطلع عندك هذا الترانسفر فانكشن تمام. نيجي نسوي الحين sensitivity ال T with respect to A. ال T with respect to A القاعدة تاعتنا شو قلنا؟ parameter على الفانكشن ضرب مشتقة الفانكشن with respect to the parameter تمام؟ معناته A على T ومشتقة هاي بالنسبة لـ A. شو هاي مشتقتها بالنسبة لـ A؟ خلينا نقول A أول شيء على T اللي هي هذا على T، يعني هاي A على T شو بتساوي؟ A على K على S تربيع زائد AS زائد K. هاي شو تساوي؟ A في المقلوب للمقام S تربيع زائد AS زائد K على K اللي هي هاي تمام؟ هاي أول واحدة اللي هي A على TS. طيب شو بعديها كمان؟ بدنا نشتق T بالنسبة لA، هاي المشتقة بالنسبة لA. الكسر مشتقة الأول في الثاني في المقام، مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام تربيع. خلينا نشوف مشتقة المقام بالنسبة لA كم؟ صفر في المقام اللي هو S تربيع زائد AS زائد K، هاي أول واحدة، ناقص مشتقة المقام في البسط، يعني البسط هاي جو كي في مشتقة المقام بالنسبة لـ A الـ S تربيع صفر والـ AS معناها S والـ K صفر على المقام تربيع S تربيع زائد AS زائد K كله تربيعها. هذا الاشتقاق، هذه راحت فبتصفي عندي ناقص KS هيها على المقام تربيع تمام. كلكم شاطرين في الاشتقاق وهذا سهل يعني الاشتقاق اوكي. الحين بس انت رتب هاي، اشطب ك مع ك راحت والتربيعه راحت مع القوس صاد، شو ظل عندي؟ ماينس اي اس على هاي التفاصيل اوكي. معناته هذه السنسيتيفيتي تاعتها كل ما زودت ك كل ما الفاليو هاي تاعتك ايش قلت، كل ما ك انكريزد كل ما السنسيتيفيتي قلت لانه هي في المقام صح. يعني كل ما زدت الفاليو في الاتهام فوق فوق في الرسمه كل ما زدت الفاليو تاعت ال ك السنسيتيفيتي تاعت السيستم بالنسبة لـ A قلت، بالنسبة لـ A قلت، واضح؟ طيب هذا بالنسبة لإيش؟ للترانسفر فانكشن. طب لو أنا جي قلت لك قديش السنسيتيفيتي تاعت الإيرور، الإيرور تاع النظام، هذا السؤال هي فور ذا سيستم بيفور فايند ذا سنسيتيفيتي الإيرور بالنسبة لـ A والإيرور بالنسبة لـ K فور رامب فانكشن، أوكي؟ الرامب شو هو؟ واحد على كي في صح؟ وكي في شو تساوي؟ قلنا ليميت الاس في الجي. الحين نرجع للجي، ايش الجي هي؟ هاي هي الجي صح؟
اضربها في الاس، شو بتروح الاس مع الاس بتطير، هاي الاس مع الاس طارت، ظل عندي كي على اس زائد و اي، كي على اس زائد اي. روح انت طبقها على واحد على كي اي في، صح، طبقها اللي هو الايرور واحد على كي في، شو بتصير؟ كي على اي على كي المقلوب، صح، لانك تعوض ايش اللي هو اس ايكوال زيرو، صح، تمام. طبعا هذه خطأ على فكرة، هان لازم عندما تقول هيك عند S equal 0، S equal 0 شو بتصير عندي؟ هاي K على A، K على A أضرب مقلوبة هنا بتصير A على K، تمام. الحين عرفت الـ E infinity، صح، الـ E infinity الـ value تاعتها عرفتها. الحين شو بدي، شو بدي السؤال؟ يعني هذه القاعدة تاعت الـ E infinity، شو بدي السؤال الحين؟ بده هاي يحسب الـ steady state error sensitivity مع الـ A ومع الـ K. ننطبق القاعدة العامة تاعتنا اللي هي A على E infinity في مشتقة الـ E infinity بالنسبة لـ A، هتكون A على E infinity اللي هي A على K، يعني K في A على A، صح؟ اللي مش فاهم يقول لي يا شباب. هاي هاي بتروح مع هاي، والمشتقة الـ E بالنسبة للـ A هايها مشتقة الباسط في المقام ناقص مشتقة المقام في الباسط على المقام تربيع، تطلع عندي واحد على كي، أو هي يعني واحد على كي لأنه هذا بارامتر في A، فمشتقتها واحد على كي. هل شو بتطلع عندي الفاليو تاعتها؟ واحد، يوم تشطب A مع A بظل واحد. طيب خلينا نحسب الحين بالنسبة لكي، الاشتقاق بالنسبة لكي، الحين A على كي اللي هو الحين هاي تاعتها بالنسبة لكي اللي هي إيش؟ E اللي هو الكي على E infinity في الدي E بالنسبة لكي، كي خلينا نساوي كي على E infinity اللي هي A على كي، ومشتقة الـ E بالنسبة للكي شو هي؟ مشتقة الـ E بالنسبة للكي مشتقة البسط اللي هي واحد في المقام، صح، ناقص مشتقة المقام اللي هي واحد، لا أنا أخطأت، صح، لا أجين، لأنه هذه بالنسبة لكي مش بالنسبة لأي، نعيد من جديد، مشتقة البسط اللي هي A مشتقتها بالنسبة لكي صفر، صفر، صح، ناقص مشتقة المقام اللي هي واحد في البسط على البسط التربيع، تمام. شو هذه تساوي؟ K أضرب في المقلوب اللي هو K على A، صح، صفر بتروح، و A على K تربيع ناقص الكي بتروح مع واحدة كي، والاي بتروح مع الاي، هذا التربيع لا ننسى، والتربيع هذا بتروح مع الكي، شو بيطلع عندي؟ ماينس واحد. شو معنى هذا الكلام ماينس واحد؟ شو يعني الكلام هذا؟ النظام لأن لو نرجع للنظام بتاع الايرور، عندي اي وكي، صح، واحدة بتسوي السنسيتيفيتي واحد بتزيد، وواحدة بتسوي السنسيتيفيتي ناقص واحد، مجموع التو سنسيتيفيتيز ايش؟ صفر، معناته ما في، ما بيأثر، واحد بيزودها واحد بنقصها، يعني الـ A بيزودها والـ K بنقصها، أزف إنه النظام بظل مكانه، الـ Error ما بتأثر بالنسبة للـ Value، يعني معنات الكلام إنه الـ Error ما بتأثرش بالنسبة للبارامتر A و K، whatever الـ Value تاعت A و K، الـ A بيرفعه الـ K بينزله، بظل الـ Error زي ما هو، الـ Error sensitivity للـ Error كما هي، واضح؟ طيب نشوف الاكزامبل الثاني. هاي طبعا نفس الشيء، انا ريبيتيشن، بيقول لك فايند الستيدي ستيت ايرور السنسيتيفيتي تاعته بالنسبه لاي وبالنسبه لكي عندما يكون السيستم ستيب لهذا النظام الجديد، بده ايش؟ الاي والكي بس. بتروح توجد الاي انفينيتي واحد على كي بي، اوكي، لانه بده للستيب انبوت، والكي بي بتوجدها بتعوض الجي ايكوال زيرو، بتطلع كي على اي بي، معناته الانفينيتي شو حتكون؟ الـ infinity واحد على واحد زائد KB، بتطلع AB على AB زائد K. هنا بس بدك تطبق المعادلة تاعت sensitivity، أوكي؟ هنا شو بتكون؟ هاي شو بتكون؟ A، وإيش المعادلة؟ ذاكرين المعادلة؟ قلنا المعادلة sensitivity شو تساوي؟ بالنسبة للfunction with respect to parameter B على F في DF على إيش؟ DB. طيب هنا على اليمين هذا ايش هتكون؟ S E A تساوي معناته A على E و D E بالنسبة ل D A. A على E تساوي A على اللي هي A B على A B زائد K، أي واحدة، واشتقاق E بالنسبة ل A، اشتقاق E بالنسبة ل A كيف؟ مشتقة البسط اللي هي B في المقام A B زائد K،
ناقص مشتقة المقام بالنسبة لـ A كان B صح؟ في البسط AB على البسط تربيع، المقام تربيع سوري AB K كله تربيع. فك هاي شيء بروح مع شيء بطير مع شيء زي ما هو موجود عندكم الحل هاي، بطلع في النهاية K على AB زائد K. Repeat the process for K، الحين 4K العملية، بيطلع نتيجة ناقص K على AB زائد K. شو معنات السنسيتيفيتي؟ K على إشي أكبر من K، K زائد AB، وهنا K على K زائد AB، معنات هذا الفاليو تاعته كم دائما؟ أقل من واحد، وهذا الفاليو تاعته أصلا بالماينس أقل من واحد، معناته السنسيتيفيتي دائما شو بتكون عندي؟ أقل، السنسيتيفيتي للإيرور أقل من واحد، يعني it's nothing، it is nothing إنه أنا عندي الإيرور سنسيتيف بالنسبة للبارامترز. واضح يا شباب صبايا؟ في ناس عنده استفسار سو فار؟ يعني فقط انت بدك توجد الايرور وبعديها توجد طبق معادله السنسيتيفيتي ديريفاتيف يعني بس هذه هي. تمام؟ في ناس عنده استفسار قبل ما ننهي لانه هذا اخر سلايد. يعني هنا اليوم تناقشنا على الثلاث انواع تيست ستيب ورامب وبارابولا وشفنا التايب نمبر تاع السيستم وشفنا الستيدي ستيت ايرور للثلاث انواع وشوفنا إذا كان عندي نون يونيتي فيدباك شو منسويه من رجع ليونيتي فيدباك، وإذا دعنا سبيشال كيس اللي هو ديستيربنس وجدنا القانون تاعه، وآخر إشي ناقشنا السنسيتيفيتي للنظام بالنسبة لبارامتر أو السنسيتيفيتي الإيرور ستيدي ستيت إيرور بالنسبة لبارامتر. تمام؟ مهم المحاضرة جدا. I advise all of you أنه أنتوا ترجعوا للبيت وتقعدوا كمان ساعة زي اللي قعدناها وتراجعوا الحل اليوم. إن ما كانش اليوم بكرة بالكثير بكرة عندكم ما في عندكم محاضرات، اللي عنده امتحانات ممكن بعد الامتحانات يقعد يجلس عليها، لأنه إذا ما رجعت تنسى معظم المعلومات اللي تكلمناها اليوم، لأنه الشابتر الأخير اللي حنتناقش فيه القادم الروت لوكس ممكن يكون معلومات اليوم معلومات مهمة بالنسبة. أوكي؟ هيك منكون انهينا اللي هو محاضره اليوم ستي ستيت ايرور. المحاضره القادمه اللي هي الروت لوكس، اوكي، موضوع مهم وهو تقريبا الموضوع الاخير، اوكي، في 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 الكورس كله حنتناقش فيه ان شاء الله، نبدا فيه المحاضره القادمه. لا تنسوا انه عندكم امتحان يوم السبت، ولا تنسوا انه انا ارسلت لكم البروجكت ادرسوه، ولازم من هان الاسبوع ترسلوا لي اسماء الجروبس عشان اشوف اذا في ناس ما عنده جروب عشان ادخله بجروب ثاني. تمام؟ في ناس عنده اي استفسار؟ دكتور كم عدد الجروب موجود في الرساله؟ الماكسيمم 5 ستودنتس الماكسيمم. كل شيء تفاصيل، كل شيء التفاصيل موجوده في الرساله، يعني اقرا الرساله التفاصيل الممله موجوده داخلها. تمام؟ طيب انا ما حاضر حضور وغياب اليوم، يعني بامكانكم تغادروا ما في مشكله، ويعطيكم العافيه. اللي عنده سؤال ممكن يضل، اللي ما عنده سؤال ممكن يغادر ما في مشكله. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية.